والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول: ما صحة هذه العبارة؟ هل هي عبارة مستقيمة؟ سمعت من يقول: السلف رحمهم الله قد اختلفوا في بعض مسائل المنهج، لأن المنهج ليس وحي معصوم. كلمة المنهج هذه جاء الاشتغال بها مؤخرا، ويعني معلوم أن المنهج هو الطريقة، والطريقة يعني كما هو معلوم يعني لا بد أن تكون المنهج الصحيح لا بد أن يكون مبنيا على ما هو سائغ شرعا، ما يكون هناك مناهج تختلف عما يسوغ شرعا. فيعني السلف يعني عقيدتهم ومنهجهم واحد، وهو اتباع الكتاب والسنة وتقديم النصوص على غيرها وغير ذلك من الأشياء التي هي عمدتهم في العقيدة. هذا يقال له منهج، يعني كونهم منهجهم أنهم يقدمون النص ويقدمون النقل على العقل ويتهمون العقول ويعولون على النقول، هذا يقال له منهج وطريقة. والعقيدة إنما تؤخذ يعني، وغير العقيدة كلها إنما تؤخذ من النصوص.